أعلن السيد رئيس الجمهورية خلال انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا مطلع هذه السنة استعداد الجزائر لاحتضان لقاءات بين الأشقاء الليبيين لاستئناث العملية السياسية تحت الرعاية الأممية في ظل الاحترام التام للإرادة السياسية للشعب الليبي. كما احتضنت الجزائر اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية دول الجوار الكبير العربي والإفريقي أو الجوار الكبير في إطار آلية دول الجوار يوم 23 جانفي هذه السنة لبحث الأزمة الليبية وإيجاد حل ينهي معاناة الشعب الليبي. خلال هذا الاجتماع أكدت بلادنا على أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ودعوة الفرقاء الليبيين إلى العودة إلى المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة وانتهاج أسلوب الحوار الشامل كوسيلة لإيجاد حل الأزمة الليبية. هذا وتعتبر الجزائر أن أمن واستقرار ليبيا ضمن محيطها الجغرافي يشكل أولوية قصوى لأمنها لأمن الجزائر القومي، وأي تهديد خارجي لهذا البلد الشقيق يستهدف بالدرجة الأولى أمن الجزائر وسلامتها. المقاربة التي تعتمدها الجزائر بالتنسيق والتشاور مع أشقائها من دول الجوار تهدف إلى إيقاف التصعيد بجميع أشكاله وجمع الأشقاء الليبيين حول طاولة الحوار دون تدخل خارجي. هذا المسار يبدأ بوقف إطلاق النار والتخلي عن الحسابات الظرفية لاستعادة الثقة بين الأطراف الليبية والبدء في حوار يضم مختلف مكوناته أو مكونات الشعب الليبي لاستعادة السلم وتحقيق التطلعات المشروعة لهذا الشعب الشقيق.